واحد خونا قال لك تحية الجزائر، وراه تحية الجزائر صاحبي مالك، ولكن مع هذا عطاف ما نعرف تحية غير في التيك توك. مع هذا عطاف والدبلوماسية ديالكم مصيبة من عمي والله العادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمام شجي ذا أمي سنت مواض أش يحفظ الله تعالى ومينو. والله إلى أمي سنت مواض أو دعمي أشي جاربي أمين وعزان الله شحف الله تعالى. جاتك غريبة عمي سعيد كيف تزيري عرف شكي انت شوي لا لا عندي صحابي الريافة بزاف. فين فرنسا اسبانيا فين اسبانيا اسبانيا متشرفين بايوس متشرفين مرحبا الله يعمرها سلعة. لا ليحش من الله ليحش من الله يحفظك الله يحفظك كيراكم لاباس عليكم اموركم هانية ابنك يا ربي وشكرناك الله يحفظك بايوس. انا غير طلعت نسلم عليكم اخويا الرضا وبارك الله فيكم. تحياتي لك بايوس وصحة فطوركم. الله يحفظك بايوس الله يحفظك الله يحفظك خويا. شكرا شكرا بايوس الله يكبر بك خويا يوسف. امين يا ربي شكرا خويا. صحيح نتكلم على الاصدقاء ديال كاملين اللي كاينين في اسبانيا كاملين جزائريين ريافة ترقيستيين ولاد الحسيمة الجمعان ماورو ايه ماورو واه يصار حيوان والله العظيم الى باز ليك صح ثلاثة كبداني بوب 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 الحسيم حسيمة تمسامان سيدي ابراهيم سيدي حسين عروي وي 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 الله عليك بايوس الله يحفظك. شكرا 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 بايوس الله يحفظك. راه مغربي لا 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 جزائري لا لا جزائري انا شوف اللي كيدير فيها جزائري نعرفه واللي جزائري جزائري نعرفه عندي واحد الحاسه سادسه كت هذا جزائري وسيفري عنده دي زامي تما من الشمال تاع المغرب. واحد خونا قال لك تحيه الجزائر وراه تحيه الجزائر صاحبي مالك ولكن مع هذا عطاف ما نعرف تحيه غير في التيك توك. مع هذا عطاف والدبلوماسيه ديالكم مصيبه من عمي والله العادي. السلام عليكم. سلام جرين سعيد خويا واش راك؟ الله يلا بخير اخي جرين الله يحفظك. صحه فطورك تعادل الله يحفظك الله يعطيك الصحه الحبيب كيراك داير مزيان؟ والله الحمد ربي الحمد لله الله يحفظك. والله البارح كنت نتبع فيك في اللايف بعث لك باش طلعني كي كنتوا تسولوا انت وهذاك الشيخ شوخي لا ما باش اسمه واحد داك الثاني ضحك شويه بخيخيش اه. والله يا سعيد والله يا سعيد خويا عندي واحد سؤال حاب نسولك يعني انت كمغربي قل لي برك الله يحفظك المدرب تاعكم الركراكي اسمه الركراكي واسمه الركراكي ولا اسمه الركراكي ولا اسمه الركراكي يا ولدي شوف راح نسمع الركراكي ونسمع الركراكي ونسمع الناس يقولوا الركراكي لا سميتو الركراكي شوف سميتو الركراكي بالقاع وعلاش يقولوا الركراكي حيت ملي كتكتب ما كاينش حرف القاع في اللغه العربيه كيكتبوها بالكاف عوض ما يكتبوها حيت دابا ملي كتكون حرف القاع في اللغه العربيه 28 حرف ما كاينش الكا دونك كيكتبوها يا اما بالقاف او بالغين او بالجيم كاين واحد القاعده كيقول لك ما يغمغم يغمغم ويقمقم ويجمجم بحال نعطيك مثال بحال اكادير اكادير المشارقه كيكتبوها اغادير ايوه صحيح فهمت وكاين كاع شي وحدين كيجيو لي الضحك كيسميوها اقادير وكاين اللي يقولها أجادير أجادير كيقولوها كاين جرسيف كيكتبوها جرسيف بحال دابا هنا في الإدارة ديالنا الإدارة المغربية بحال جرسيف كيكتبوها بالجيم وترقيست أيوه. أنا البليدة سميتها ترقيست كيكتبوها بالجيم أيوه هما كيديروا الكلمات اللي فيها الكا كيديروا لها حنا كاين اللي يقول الكا شوف القاف كاين اللي يقولها الكا وكاين اللي يقول قاف وكاين اللي يقول كاف لا 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 دابا مازال ما مشيناش للمستوى ديال كيفاش كتنطق من الاخرين دابا نعطيك مثال نمشي انا نبقاو في الكره نمشيو عند المدرب نتاعكم ديال المنتخب المحلي بوغرره كي كتكتبوه نتوما
يكتبوه بوغر القاف وثلاث نقاط، تسمى حكي ما حرف قاف وثلاث نقاط. ولكن هذاك الاجتهاد ديالكم راه ما كاينش في اللغه العربيه، فهمت؟ ايه على بالي هي انه ما اصله بوغره. الا بوغره بوغره. لا 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 اصله بوغره. شوف هي كاينه بوغره وكاينه بوغره. خاطرش كاينه بلا كاينه كاينه بوغره وكاينه بقره كما كتقول. مي انا على ما نظن بوغره. امازيغي انت انت امازيغي؟ انا ماشي امازيغي، انا من الشرق الجزائري. ما نقولكش يعني امازيغي، تقدر تقول الاصل تاعنا امازيغي. الاصل لاريا ما تكلمهاش. لا 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 ما نتكلمهاش. لا لا احنا انا ما نتكلمهاش يعني. المهم هنا كاين بزاف امازيغيين ما يتكلموش امازيغيين، ما يتكلموش حيت القا ما كايناش في العربيه ولكن كاينه في الامازيغيه، وهي السبب نتاع القا. حيت كاينه في الامازيغيه وكاين جوج نتاع القوات. حنا في الامازيغيه نتاع المغرب اللي يعني اللي صارت ستوندار يعني معياره من طرف المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، كاين جوج نتاع القوات، كاين قا وكاين ق، كاين ق وق. جوج نتاع الحروف ديال القا ق. يمكن بالك من هذه اللي رجعوها في اللغه العربيه عندنا بالقا. هي كما قلت في اللغه العربيه ما كانش حرف قا، ما ماشي موجود. لا هو كاين. شوف المناطق العربيه في الخليج كاين تقول قا. واسكو تكتب ولا تنطق؟ لا ما تكتبش. لا دابا لان شوف الكتابه هي واحد القواعد معينه، سورتو دابا في القواعد هي شكون هي اللغه اللي كانت طاغيه واللي تسجلت واللي خدات المكان ديالها هي اللغه نتاع قريش. وبفضل القران الكريم، يعني في التقعيد في الكتابه تكتبات القاف والنطق نتاع القاف. دونك القا بحال بقات غير واحد المنوعه لها جهه عند مناطق في الحجاز، في الجهه نتاع الامارات، الجهه نتاع الكويت. نعم صح صح صح. هي في الاصل في اللغه العربيه ما كاش ماشي اللغه العربيه بحال رسمها القران الكريم. دابا حتى القواعد نتاع اللغه العربيه بزاف نتاع النحات هذوك نتاع النحو، دوك العلماء نتاع النحو كيتعاملوا مع الجمل الاصيله. وشنو هي الجمل الاصيله؟ هي الجمل اللي كاينه في القران اللي لا يختلف حولها اي واحد. ايوا كلام ربي ما تقدرش تختلف فيه. ومره يمشيو عند دوك داك الشعر الجاهلي، حيت حتى هو الشعر الجاهلي حتى هو كيعتبر لغه، فهمت؟ يعني لغه احنا لغه رسميه تقدر لغه بيور. فهمت؟ لغه اصليه كما نقولوا ليكستري تاع اللغه. جوستومون. ولكن ليكستري تاع اللغه على القران الكريم، على القران الكريم. نعم على كل حال قلت لك هذا واش حبيت نسولك البارح على الركراكيش. والله هذه اللي تلفت لي، كان يقولوا الركراكي يقولوا الركراكي، وحتى في الكتيبه حتى كيكتبوا كاين اللي يكتب المدرب الركراكي وكاين اللي يكتب مدرب الركراكي. قلت انا هذا شوف بالنسبه للركراكي ولا بالقاف؟ لا بالنسبه للناس اللي سميتهم الركراكي كلهم كيكتبوا الركراكي في المغرب. كاع دوك العائلات اللي سميتهم الركراكي في الحاله المدنيه كتلقى الركراكي. انا مثلا من انا العائله ديالي كاين الركراكي، العائلة ديالي في الريف. القراقي. فهمت؟ وكاين مثلا في بوركراك واحد الواد كاين بين سلا والرباط، تعرف سلا والرباط ياك؟ العاصمة وحدها سلا. نعم عارفهم سلا والرباط. سلا نعرف. سميتهم العدوتين، يعني علاش عدوتين؟ لأن وحدة انفصل وحدة بيناتهم واد. هذاك النهر سميتو بوركراك، كتكتب في الإدارة ديالنا بورقراق. بالقاف. أيوة. بورقراق. إيه لازم تلقى لازم يكون هذه الإشكاليات لازم يكونوا بيناتهم. المفيد قول لي عجبوك البارح اسمح لي برك، عجبوك البارح الفريق ولا والو؟ نتاع الجزائر ولا نتاع المغرب؟ نبداو بتاع المغرب ومن بعد قول لي الجزائر. لا الجزائر للاسف ما تفرجتش. انا ثاني انا ما نتاع المغرب كان كنتو سابقين بنص ساعه تما كيخلص الماتش تاعنا، بصح ما لقيتش حوس في القنوات ما لقيتش. ما لا ما عجبنيش، بيني وبينك ما عجبنيش المنتخب ديالنا احنا ما عجبنيش. ما شفتش يعني مالغري ما سمعت هكذا فنقيس لي كومونتير. كاين بزاف اللي كانوا يقولوا الخطه ما عجبتنيش، واحد يقول لك مازال ناقصين المدرب ناقص التكتيك مو ناقص شويه. والله اعلم يعني ما تبعتش مليح. على بالي قلت نسولك بالك انت ما شفت الماتش. احنا كاين اليوم الاخبار اللي غادي كاين اليوم القجع عيط للركراكي يدير مع اجتماع واش على هذا الشيء ولا ما نعرف. ولكن بالنسبه لي انا كسعيد برنص انا قلت لهم البارح الاخوان قلت لهم غادي نزيد له يومي مقابلتين للركراكي وغادي نبدا نمس حتى غنبدا نمس. كاين بزاف يقول لك حسين عموته يعني هو الافضل خير منه في لا واحد. شوف هذيك جرين هذيك بحال عندكم بحال عندنا هذيك. حنا ديما عندنا شي واحد خصو يكون ناقص
اللعابه ديما كنقول واحد اللعاب خصو يكون، علاش ما عيطش الفلان، علاش ما عيطش الفلان، علاش ايوه هذيك لازم تكون 40 مليون مدرب 40 مليون هذيك معموته 7-0 ولكن ربح باكستان، راه باكستان ماشي ديال كره القدم، راه بحال ربحت الهند، الهند راه ما كتلعبش كره القدم فهمت، هما تاع باكستان تاع الكريكيت ماشي تاع البال جوستومون. 7-0 زعما ماشي كتعني انه مع العلم انه زعما محترم السي عموته زعما مدرب زويون فهمت يعني. لا لا والله غير هو يعني الاصل كي تجي تشوف يعني نعطيك انا نعطيك نظريه تاعي بينه وبين وليد الركراكيو، تحس عموته عنده شخصيه قويه على الركراكيو والله اعلم، تحسوا شغل لا شوف شويه الانديه باش بجوجهم، شوف بجوجهم عندهم دابا المهم واحد النقاش هذا واحد اخر، نرجعوا للمنتخب الجزائري ديك الساعه نتا من بعد نخليو لي ماتش المنتخب الجزائري. أيوة. انا ما تفرجتش ولكن اللي شفت انا في التعليقات قال لك مازال كاين مشكل في الدفاع، مازال كاين مشكل في الدفاع. شوف شوف نعطيك رسمي نعطيها لك انا رسمي، يعني المشكل تاع المنتخب هنا في الجزائر في الدفاع، يعني حتى البارح اللي دخل في بلاصه بن سبعيني هذاك ما درناش، ما ضعيف 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 بزاف ضعيف ضعيف. المشكل في المنتخب الجزائري الدفاع، يعني ماندي كبر شويه، ما عندناش البدائل، نهضروا في المركز في الوسط الدفاع. لعب يعني ابراهيم يلعب الباك، ياسين ابراهيم يلعب الباك، لعب مركز زيان. مركز بيت ومركز لعب مليح نو مالغري دار غلطه في البيت الاول تاع الجنوب افريقيا، الغلطه من عنده نحوها له ماركه ولنا مي عاود ريكتيفيا عاود ماركه الدوزيام بيت ولي ماركه ومد لاباس تاع البيت الاولاني تما عنده تمريره حاسمه وهدف. لا لا لعب مليح لعب مليح الاخوان اللي كيقولوا صراحه لعب مليح. لا تتكلم على التعليق الاخوان اللي كتقولوا لي قول كذا جرينا راه انسان لا يعني انسان محترم جدا بعيد على داك الشيء ديال اللي جا طلع عندي سابقا يعني ما عندوش شي خلفيه خاطي داك الخلفيات فهمت ديجا سابقا وسابقا من إنسان شوف من عمر راسي من دخل في جدا نحكوا في امور رياضه نطنزوا نضحكوا هذا ما كان ما الباقي ما يهمنيش انا ما يهمنيش الباقي الله يحفظك ما عندي حتى دخل لا هكذا لا هكذا اغري 16 رقم تاع الولايه. وانتوا مع رمضان راك ملاح تما بيان الحمد لله 16 رقم تاع الولايه مع رمضان تما صافا بيان في المغرب لا مزيان انا وي مانيش ما سمعتكش مليح سيرج رقم 16 الرقم 16 اللي عندك تما واش تاع الولايه رقم الولايه تاع الولايه تاع الولايه 16 العاصمه دونك العاصمه رقم 16 وواحد شمن نهضروا في الماتريكي لا اضرار واحد اضرار انت من النواحي تاع اضرار لا قلت لك رقم واحد تسمى الولايه رقم واحد سي اضرار ولايه رقم 16 العاصمه الجزائر العاصمه وهران عندها 31 تسمح لنا نبداو هكذا كل ولايه عندها رقم تاعها نعم سميتها الوهران 31 وهران 31 31 وهران تلمسان اللي قدامكم 13 وتيزي وزو تيزي وزو 4 15 ستيف 19 15 راك تعرف شويه تسمى صافا راك تعرف شويه خير خاي جرين شكرا اخويا ناخذ اصدقاء اخرين وصديقات اخريات الله ينورك معرف خير وبارك الله فيك المعلومات مع السلامه مرحبا يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى الحمد لله الحسين راني غايه الحمد لله